كلنا بقينا بنتكلم سياسة، لكن على أي أساس بنتكلم السياسة؟ بتفرق من واحد لواحد. في واحد بيقول أنا سمعت، واحد بيقول لا ده أنا قريت ودققت في إن أنا أعرف من أكتر من مصدر المعلومة اللي أنا بتكلم فيها، ده في الصالح ولا في الطالح؟ إن كلنا بقينا نتكلم سياسة، طبيعي إن الثقافة السياسية مطلوبة، لكن شكلها إيه عشان أقول إن حصل نوع من أنواع التثقيف السياسي؟ دي نقطة هامة. وفي موضوع كمان النهاردة فوجئنا به، وهو إن مفتي جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد الرحمن البر بيقول إن لا يجوز إن إحنا نهني الأقباط بأعيادهم، طالما إن أنا غير مؤمن بعقيدتهم فأنا مش مفروض على الإطلاق إن أنا أعيد عليهم. تعليق ورأي الأستاذ أحمد المسلماني مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، وطبعا الكاتب الصحفي والإعلامي. الأول أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا سيد دعاء، وكل سنة وحضرتك طيب على عيد العمال، وكل سنة وكل أقباط مصر بكل خير، لكن تعليقك على مثل هذا التصريح إيه؟ الخبر كما نشر في اليوم السابع بفرق ساعات، الخبر الأولاني إن جماعة الإخوان المسلمين انتقلت من عدم التمكين إلى التمكين، بمعنى ما كانش ليها السلطة السياسية في البلاد، فكان مفتي جماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن البر له رأي فقهي، ولما أصبح الإخوان في حكم البلاد تغير رأيه الفقهي. فالموقف الأولاني أنه في عام 2011 كان وقت انتخابات مجلس الشعب، مفتي جماعة الإخوان المسلمين دكتور عبد الرحمن البر قال أن يجوز تهنئة الأقباط بأعيادهم، لكن دلوقتي النهاردة قال تصريح آخر أنه لا يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم. في البداية 2011 اعتمد على أنه إذا كان يجوز الزواج من مسيحية، وإذا كان يجوز ممكن أوصل الزوجة المسيحية إلى دار العبادة الكنيسة وأحميها حتى تعود، فمن باب أولى أن أولاها كل سنة وانت طيبة. طيب ده في 2011، واستاد أن كلام الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية كان في سياق خاص بالحروب الصليبية وعداء للصليبيين وقتها، فخافوا من الفتنة فشددوا حتى لدرجة عدم السلام. وإن كان كلامه فيه حتى تشكيك أن موقف ابن تيمية وابن القيم كان بهذه القسوة، جاء دلوقتي وقال أنه لا يجوز أن احنا نهنئ المسيحيين بأعيادهم. لما نشر ده هو رد بعد ساعات وفرق بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية، فقال احنا في الأمور الدنيوية نهنئ المسيحيين، في الأعياد الدينية لا نهنئ المسيحيين. يعني عيد شم النسيم يجوز مثلا؟ هو كده أستاذ دعاء الموضوع مربك، لأنه برضو البعض حتى في التيار الديني بيقول ليس لنا، هو طبعا معروف دينيا أن العيدين الأساسيين للمسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن البعض مش قادر يدرك أن في كلمة عيد بالمعنى الاصطلاحي مش اللغوي، في فرق بين اللغة والاصطلاح، في كلمة معناها اللغوي حاجة ومعناها الاصطلاحي حاجة. إيه الفرق ده؟ لما نقول كلمة عيد مش معناها الحرفي عيد بمعنى عيد الفطر الذي فيه لازم الرؤية ولازم الإعلان ولازم الناس تصحى الصبح وفي الساحات وفي خطبة العيد وفي صلاة العيد وفي طقوس دينية ملازمة لهذا الأمر، لكن في معنى اصطلاحي عيد يعني فرحة، يعني بهجة في اللغة العربية، في كناية وفي مجاز للي يعرفوا قالب بلغة عربية. فلما أجي أقول مثلا عيد ميلادي أو عيد ميلاد فلان، فالمقصود فرحة بمناسبة ولادته. لما أقول أنا عيد زواج، لما أقول عيد الربيع، لما أقول عيد الحب، احتفالية الحب، احتفالية شم النسيم، كلمة عيد معناه احتفال مش معناه عيد بالمعنى الحرفي، وكأننا بندور على مجال لأن احنا ندخل السعادة إلى حد ما. بالضبط، هو لنشر البهجة في المجتمع. لكن البعض يقول ما لناش إلا عيدين، وحد قال لك أنه بقى في حد بيصلي عيد شم النسيم؟ شفت حد بيصلي في البرث داي يعني في حد بيعمل كده؟ ما احنا فاهمين أن العيد بالمعنى اللغوي والشرعي الفطر والأضحى، إننا بنقول الأعياد التانية دي الناس بتنشر البهجة، واللغة العربية فيها بلاغة وفيها روعة، فبدل ما يقولوا كلمة بهجة يخلوها كما لو كانت عيد. زي ما أقول مثلا ده الحتة دي جميلة جدا، جنة، هل معناها أنها جنة؟ جنة حرفية. واحنا كده كده اصلا ده في ناس كتير اول ما تقابل بعضها تقول كل سنه وانت طيب، ما فيش ولا عيد ولا حاجه. تمام، ده عند المصريين بقى الرائعين لنشر البهجه في المجتمع. فاللغه العربيه زي ما اقول برضو كلمه جنه معناها الجنه التي وعد بها المتقون في الاخره، لكن لما اقول اصطلاحا كلمه جنه ممكن اقول على ارض جميله ده زي الجنه،
اروح اوروبا اقول ده مكان من الجنه، احب بلد اقول ده حته من الجنه، مش معناها انها بالفعل قطعه من الجنه. اللي يقول الكلام ده لا يدرك فقه اللغه العربيه. بالعوده للموضوع، دكتور عبد الرحمن البر هو مفتي جماعه الاخوان المسلمين، ده كلام يعني مش رسمي انما ده الاعتياد في توصيفه، لكن الاهم انه عميد كليه الاصول الدين جامعه الازهر فرع المنصوره، دي الدرجه الاهم. انا كنت اتمنى منه الوضوح. عميد كليه اصول الدين، اصول الدين جامعه الازهر فرع المنصوره، وبالتالي مكانته الاكاديميه في علوم الدين وجامعه الازهر مكانه مرموقه، بغض النظر هو مفتي الاخوان او مش مفتي الاخوان. يعني هذا الراي من الممكن ان هو يبقى بيدرس. تمام، هو عميد كليه اصول الدين، كليه مرموقه في المنصوره جامعه الازهر. انا كنت اتمنى عليه ان هو، لان برضه هو الحقيقه عنده مواقف منفتحه، هو زار الكنيسه اكثر من مره وحضر تنصيب قداسه البابا توادرس قبل قليل، وهو علاقته جيده بالمسيحيين المصريين، هو رجل منفتح حتى لا اظلمه. طيب يعني ده حصل في اواخر 2012 بعد الانتخابات وبعد كل الامور. تمام، لا هو بس الراي الشرعي فيه التباس، البعض بيتشدد بيقول المناسبات الاعياد الدينيه مهنيش وهني في العادة الدنيوية، بس الموضوع ده ممكن يربك الناس. هو في النهاية وانا لما اروح اقول له كل سنة وانت طيب في عيد القيامة، انا اصلا اعرف يعني عيد القيامة او اعرف يعني عيد الميلاد، انا بهنيه بس من باب نشر البهجة في المجتمع ان انا مسلم مهذب ومسلم محترم ومسلم ودود ومسلم عندي خلق ومسلم ديني يأمرني بالرحمة والتواد والتعاطف، وأنا وطني كمان بالإضافة إلى أني مسلم، والوطنية تقضي أن أبناء الوطن الواحد يكونوا في تراحم ومودة ومحبة. فأنا لما أروح أقول له كل سنة طيب حتى في مناسبة دينية، هو أنا أقصد أقره على ديني، لو أقريته لاعتنقت، ولا هو كمان لما يقول لي وانت طيب هو بيقرني على ديني ولا أقرني لاعتنق. هو الموضوع كله نشر المودة وإشاعة الحب والتراحم في المجتمع. إنما الدخول في دهاليز يعني ممكن تفرق ولا تجمع، أنا كنت أتمنى عليه يكون أكثر يعني وضوحا من كده، وإن ممكن الفتوى تكون فهمت في سياقين في غير محلها. هي مشكلة كمان إن مثل هذه الفتوى بتخلي البعض بيقول يبقى الحكومة هتبقى كده بتنظر نفس النظرة دي، يبقى رئيس الجمهورية بينظر نفس النظرة دي، وكأن إحنا مش موجودين. هو الحقيقة أستاذ دعاء طبعا الفقه ميدان واسع، يعني أستاذ جمال أسعد كان حزين جدا بمثل هذا الرأي، وقال ان ده معناها ان احنا مش من حقنا بقى ان احنا نبقى موجودين. لا. ده المفروض ان رئيس الجمهوريه هو تابع لجماعه الاخوان المسلمين في الاساس، وهو حريه وعداله، معنى كده ان هو بينظر لنا على ان احنا مش من حقنا ان احنا نحتفل بالاعياد وما شابه. عايز اقول لحضرتك هو مش الاستاذ جمال الاسد اللي زعلان، كل مسلم يبقى زعلان، لان احنا في نهايه وطن واحد ومجتمع واحد، والمسلمين خلقهم بيقضي بالطيبه وحسن التصرف واللياقه، والمؤمن كيس فطن. والشيخ الغزالي رحمه الله كان بيقول الغباء في ديننا معصية، الغبي عاصي. لما تكون مصر مستهدفة خارجيا، وما تكون الفتنة الطائفية أساس تقسيم الدول، ولما نكون إحنا شعب واحد على مدى آلاف السنين، ولما يكون المسيحيين المصريين وقفوا معنا في جميع، مش وقفوا معنا يعني كدولة أخرى، وقف المسيحيين مع المسلمين في الوطن الواحد اللي هو مصر في مواجهة الحملة الفرنسية وهي مسيحية، الحملة البريطانية وهي مسيحية، الحروب الصليبية وهي مسيحية، إذا تصرفوا بالمنطق الوطني ولما تصرفوا بالمنطق الديني. فهذه الكنيسة الوطنية وهذا التراث الديني، ودلوقتي الدول بتفسخ وتقسم وتدمر بالخلافات المذهبية والدينية، يبقى أنا لازم أكون زي ما كده بتقال المسلم من سلم، زي ما بتقال طبعا دي قاعدة إسلامية أساسية، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إنما كمان المسلم حتى مع غير المسلمين ينبغي أن يكون نموذج، يعني كما كان يقال على الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، إشاعة الخلق يحبب في هذا الدين، يخلي القوة الناعمة لهذا الدين. عشان كده دلوقتي البعض ممكن يعتقد، هذاك أشرت في البداية للمعلومات السليمة وغير السليمة في التحليل، البعض ممكن يعتقد الإخوان المسلمين في السلطة معناه المسلمين المصريين أكثر تدينا وإن الإيمان بيتزايد. ده كلام مش دقيق، مين قال؟ ده بالعكس دلوقتي في كلام قوي. لا هو بيتقال كمان على إن هيبقى فيه تنفيذ للشريعة بشكل أكبر، هيبقى فيه اهتمام بالشريعة أكثر مما سبق. احنا عندنا الشكل وعندنا المضمون، وهنا ممكن في تطبيق الشريعة بمعنى أجبر الناس على سلوك ديني معين، إنما ممكن في داخله كان صلى الله عليه وسلم يصلي ووراءه منافقون، مش وراء المرشد العام أو وراء نائب المرشد، ده وراء رسول هذه الأمة وخاتم المرسلين، وكانوا بيصلوا الفجر لا تعلمهم الله يعلمهم،
فبالتالي كان موجودين المنافقين في المدينة والمنافقين في مكة والمنافقين في عهد الكبار الخلفاء العظام الأربعة وما بعد ذلك. فأنا هضمن عدم وجود منافقين في ظل حكم الإخوان المسلمين، طبعا ده كلام فيه تزيد، بس أنا هل رسالتي أجبر الناس أن يقفلوا محلاتهم ويروحوا يصلوا مش عارفة، ولا رسالتي أنه يقتنع بهذا ويكون عنده الخلق والقناعة الداخلية؟ دي الفكرة الأساسية. ما أراه الآن هو بالعكس في درجة من الخروج، يعني دلوقتي في بعض المساجد كانت ممتلئة أكثر فيما قبل، في بعض الناس كانوا بيبصوا للرموز الدينية بدرجة أكثر تبجيلا فيما قبل، تراجعت الآن. عملية الصدام ما أسميتها سابقا ظاهرة الإسلام ضد الإسلام، أما يلاقي سلفي ضد سلفي وسلفي ضد إخواني وإخواني ضد سلفي وشيخ في الأزهر ضد شيخ في مكان تاني، طب ما ممكن حد يجمع ده بالذات من جيل المراهقين اللي هو بالضرورة متشكك مش دينيا، مش هيدخل على إنه خلاف سياسي، هياخده إنه هو الدين لأنه لسه ما يعرفش دينه. أنا بقولش بقى على ناس اللي استقر إيمانها، أبتكلم على أجيال من 10 لـ25 اللي هي ما قبل وبعد مراهقة، وكل فترة مراهقة دي فترة بحث في الوجود وبحث في الدين. فلو هو بيبحث لقى بعض المتخلفين بيقولوا كلام لا يليق بأي دين ولا يليق بمقام النبوة ولا مقام الألوهية، طب لو شاف وقال إن هو ده الدين ما ده مش مقنع بالنسبة له. فأنت لازم تدرك وانت بتكلم إن في ناس قد تخرج من دين الله أفواجا، لا قدر الله مش تدخل في دين الله أفواجا. والإنسان الداعي إذا ما كانش محبب للشخص الذي يدعوه الشخص ممكن ينفر منه ويخرج. آخر ترتيب أستاذ دعاء للأديان في العالم، المسيحية رقم 1 أكبر دين في العالم، 2.2 مليار نسمة. الإسلام رقم 2 في العالم، 1.6 مليار نسمة. الإلحاد رقم 3 في العالم، أكثر من 1 مليار نسمة. وبالتالي بعد الديانتين الكبيرتين حجما المسيحية والإسلام، الإلحاد أكثر من 1 مليار. اللي عايز بقى يدعو واللي عايز يوجه ما يجيش بقى يزهق المسلمين في حياتهم ويقول أنا عايز أدعوهم، ولا حتى المسيحيين اللي هم مقتنعين بدينهم وإحنا في تعاليمنا الإسلامية لابد أن نحترم لكم دينكم ولي دين. إنما أرض الله واسعة، عندك 1 مليار ملحد في العالم اتصرف، عندك الدين رقم 4 إذا اعتبرنا يعني الديانة الإلحاد موقف ديني، عندك الهندوسية 1 مليار وعندك البوذية 0.5 مليار. فأنت عندك 1 مليار ملحد، 1 مليار هندوسي، 0.5 مليار بوذي، 2.5 مليار نسمة في العالم، إما أديان أرضية وإما ما فيش دين من الأساس. سايب 2.5 مليار وقفل بقى على واحد طلع في القناة الفضائية وقال كلمتين، ولا واحد طلع في حزب الدستور وقال كلمتين، ولا في حزب الوفد، يعني أنت واقف لدول وعايز توجه الدعوة لدول تدعو في ديار المسلمين إلى الإسلام وسايب 2.5 مليار. طبعا هم أكتر من كده في ديانات أخرى، أكتر من 3 مليار ديانات غير سماوية. طب إيه يا سيدي لو أنت عايز، بس على أساس أن النسبة دي مش موجودة في مصر تقريبا أو قلة قليلة منها هي اللي موجودة جوه مصر. الإسلام دين عالمي أستاذ دعاء. لا أنا بتكلم على فكرة اللي ليس له دين، يعني قلة قليلة اللي ممكن يبقى موجود في مصر. تمام، وبالتالي هو مش محتاج يدعو هنا. أو أنا أروح أبيع المية في حارة السقايين، أنا أدعو المسلم إلى الإسلام، أنا أدعو إلى حسن الخلق، أساعده أدعمه، لأن الكفر الفقر يكاد أن يكون كفرا. أنا بدل ما أنا عمال أخطب كل شوية لناس تعرف إيمانها، أنا أروح أنتشل سيدات ممكن ينحرفنا عشان مش لاقين يأكلوا، أيتام ممكن يتشردوا في الشوارع عشان مش لاقين أب ولا أم، يشوفوا أرامل كتير جدا ما عندهمش حاجة يصرفوا عليها. ده مشروع فضيلة المفتي السابق بتاع الجمعة عشان يدي الستات اللي هم في السجن نتيجة اللي هم الغارمات، وفي القرآن الكريم الزكاة توجب لمصارف منها الغارمين والغارمات.